نناقش شبابنا حياتنا في الأبعاد العليا، وهناك سؤال يعني حقيقة هناك مناقشات فيها عمق. ها بس خل أسوي شير، أعطوني مجال. طالبة تسأل تقول: أليس من الأفضل عند ترك الأرض أن نتجاهل كل ما يعترض طريقنا طالما هناك احتمالات لمقابلة أقارب أو أصدقاء مزيفون ليوقعونا في فخ البعد الرابع لإعادة تدوير روحنا في حياتات أخرى؟ يعني كرر السؤال: أليس من الأفضل عند ترك الأرض أن نتجاهل كل ما يعترض طريقنا؟ طبعا مليون بالمليون، طالما هناك احتمالات لمقابلة أقارب أو أصدقاء مزيفون. هم بس مزيفون، يا ريت بس مزيفون. عزيزتنا اسمعيني، وكل واحد يسمعني، وين الخطأ؟ الخطأ إحنا قد تم التزوير علينا والتلاعب علينا ملايين من السنوات، أحداث كونية عظيمة وأسرار عظيمة حدثت. الإنسان إجا إلى الأرض، يعرف هاي العلوم؟ يعني هاي الأحداث، هذا التاريخ؟ لا، فهو تعلم ما أخبروه من معلومات، والمعلومات اللي يتعلمها معلومات خاطئة جدا جدا جدا، ضعيفة، ما تسوى، زيرو. أشرب الكوفي وياكم، ما أعرف كنت أشربه قبل لا أعد هذا النقاش، هسه تطلع عمي هاي كوفي، إنها القهوة. ها زين، هسه واحد يشوفنا يقول لك يابا نريد ناكل ويا، يعني بهاي الدردشة مو لازم اتناول الطعام. شبابنا اعذرونا، يعني ممكن واحد يشوفنا يقول لك عمي هذا جبن، شنو هذا الجبن يابا؟ هذا جبن وبورج. ها احنا جاي نمارس الرياضة الكونية، فاللي يشوفنا من الطلاب الجدد ممكن يستعجب، لان انا لازم اتناول الأطعمة، وكل واحد يتمرن ويانا ايضا الرياضة الكونية. احنا عندنا 1660، اكثر 1670 اعتقد حلقه، فطلاب الجدد عيني لا تستغربون، احنا جاي نطبق الرياضه الكونيه رجاء. ها فاني مرات افكر اقول اذا عندنا النقاشات زين شلون؟ لازم اتناول الطعام وبعدين، اولا اتناول الطعام وبعدين نسجل المحاضره، لو نتناول الطعام أثناء المحاضرة. نوازنها منا ومنا، مرات ما نتناول مرات نتناول، بس أني يعني أقصد هذا الطعام هو طعام الرياضة الكونية، وإحنا وضحنا الأطعمة وهذا مو موضوعنا هسه رجاء. بس أريد أضيف شيء، هذا الجبن طيب جدا ويا القهوة. طريقنا يعني مو هي بهاي البساطة، إيه نتجاهل الأقارب، الحياة ما بعد الأرض، وأوكي لا مو هيجي مو هيجي، ولا إذا كانت بهالسهولة كان كل واحد هسه شوفيه ملك كوني، مو هيجي. طريقنا هو طريق دراسي وطريق فهمي وطريق تناقشي. يعني مو انه اني اسمع محاضرة اقول ايه اذا بعد الموت، الحياة ما بعد الموت، إيه اشوف اقربائي اتجاهلهم، مو بهالبساطة ترى. لانه الاقرباء
المزيفون وحتى الحقيقيون. أنا قلت يعني الحقيقيون أيضا مصيودين، مو بالماتريكس ما بعد الأرض، أكو ماتريكس ما بعد الأرض، تمام بقوية أنا. فهو مو بهالفكر، رجاء ننتبه، مو بهالفكر انه يعني اتجاهل اقربائي اذا التقيهم واصعد فوق، مو بهالمعنى، بقدر ما انه الفهم، الفهم الفهم والمعرفة، المعرفة تحرر. يعني اوكي هسه انت تعرفين هاي العلوم، بس ما بال اللي ما بيعرف هاي العلوم. يعني خلينا نقول انت اوكي ممكن تتجاوزيهم، بس ما بال اللي ما بيعرف العلوم شلون، شو يسوون؟ خلي يعطيكم هاي المصيدة، مثلا تروحين على اذا واحد شيعي متطرف بالفكر الشيعي، علي بن ابي طالب والحسين، وهناك بالعراق عالقه، ها عاشوراء وزيارات للحسين اللي هي كلها هاي مال دراكونيان تعرفون طبعا. فهذا اذا ترك الارض بما يسمى خطأ بالموت، هو ماكو موت، الموت مصنوع من الدراكونيين، من الدراكونيين والزواحفين عاملين شبكات بتاع، هي نعم شبكات طاقية. مو شوفوا انا دائما اقول انه احنا امام كائنات من الطرفين الايجابيه والسلبيه سابقتنا بملايين من السنوات بالتكنولوجيات، فصناعه الدين ها والفكر الديني والفكر الاعلامي من صناعتهم. بس خلينا نرجع على هاي القصه. فهذا شيعي متطرف جدا يعني آل البيت والحسين وعلي بن أبي طالب، فهذا من يروح هناك بما يسمى خطأ ما بعد الموت راح يشوف حدائق، نعم انتبهوا انتبهوا للذي يقوله، ويستقبلوه شيوخ شيعة أوكي، يعني هيك عندهم الوقار، نعم كل هذا مصيده. وأقربائه كما يعني أنت ممكن كتبت بهذا السؤال، الأخ العم كذا، هو ما بيعرف، هو مصيود، ويجد هناك قصر يقولوا له هذا القصر فيه علي بن ابي طالب، نعم نعم هكذا عاملين شخصيات، علي بن ابي طالب مقاعد في قصر، والقصر بعيد حدائق وقصر وما حد يقترب هناك، ذاك علي بن ابي طالب يشع ضوء، هذا يصدق نعم، لان هذا راح يصير ما يسمى بالمطابقة، لانه تطابقت معلوماته الأرضية مع الذي التقى به بعد أن ترك الأرض بما يسمى خطأ بالموت فاقتنع. نعم قصر وعلي بن أبي طالب بس فيك، بس موجود شخصية علي بن أبي طالب ضوئي، ها ضوء ويعني على حصان وشي. فشي يقولوا له؟ يقول له شوف هذا النظام الشيعي، شوف ايش قد كنا ننصح الناس، نعم هكذا، والناس ما تكترث، الناس ما تفهم، وهذا يفرح يعتقد يقول شوفوا اني على الطريق الصحيح، وما يقتربون من ذلك القصر، ممكن يشوفون علي بن ابي طالب هيك يشع ضوء ويركب حصانه ويطير. نعم نفس الشيء بالنسبة للسنة، سني متطرف يجيبوا له عمر بن الخطاب بقصر، هذا عمر بن الخطاب وجالس بقصر لا تقتربون منه، ألاعيب فوق ما أنت تعتقد به. وبالمسيحية مريم العذراء والمسيح والقديسين هناك ينتظروك إذا شخص مسيحي، اللي هم مو حقيقيين، صناعة تكنولوجية.
انتبه واحذر، جدا احذر. ليش اقول هذا؟ لانه التاريخ الكوني عميق، ما هو ملايين من السنوات، احنا ما نعرف ايش اللي صار. انتبه انتبه. هسه ايش قد تاريخ الكون؟ تريليونات من التريليونات من السنوات، زين كم حدث وكم ها كواكب خلقوها والاحداث كلها اخفيت. وطونا القصة الضيقة، قصة الدين، قصة ها علي بن ابي طالب ومحمد والمسيح ومريم. هناك مناقشة مهمة، ديفيد آيك عنده قناة رائعة بالبتشوت، فيوضح حوار مهم في آخر حلقاته بالبتشوت. ديفيد آيك عنده كتابه الجديد اسمه ريفيل أو ذا ريفيل، الكشف. فيقول التالي، انتبهوا انتبهوا انتبهوا، يقول التالي ديفيد آيك، هذا من فمه من لسانه بآخر حلقاته بالبتشيوت، موقع بتشيوت، يقول راسلني عالم أو خبير. كلام ديفيد آيك، انتبهوا إلى الذي يقوله. يقول راسلني عالم خبير عنده خبرة عالية، أما هذا العالم ما اعرف هل هو فيزيائي روحاني، يعني ممكن هو كان فيزيائي مادي وبعدين راح على الروحانيات الكونية، او فيزيائي مادي ومازج العلوم الكونية معا، فيزيائي مادي والعلوم الكونية، او فيزيائي مادي ورايح صاير يعني منتقل ها يطبق العلوم الروحانية الكونية. و مؤلف كتاب هذا العالم. فراسل ديفيد آيك، ديفيد آيك يذكر هذا في كتابه الجديد ذا ريفيل أو ريفيل، اكتبوه بالجوجل ذا ريفيل، ريفيل ديفيد آيك يطلع لكم. ديفيد آيك ماذا يقول؟ يقول وضح لي هذا العالم أو الخبير أن هناك شبكة ما بعد الأرض، ما بين، أعتقد قال ديفيد آيك، ما بين القمر والأرض، هناك شبكة الكترومغناطيسية، الروح هناك إذا تنكمش فيها يتم مسح الذاكرة. شبكات أجهزة الكترومغناطيسية ما بين القمر والأرض. ديفيد آيك هل يقصد الروح، الحياة ما بعد الأرض؟ ما أعرف حقيقة، بس يعني أقصد موجودة هاي التكنولوجيا، شوفوا مسح الذاكرة. بمعنى الإعداد، شوفوا هسه نرجع، هسه كملنا ما قاله ديفيد آيك. هذا ديفيد آيك يخبره هذا العالم ووضعه، قاله ديفيد آيك، يقول أنا وضحت اتصال هذا العالم بي بالكتاب، كتابه الجديد ذا ريفيل أو ريفيل، كتاب الجديد لديفيد آيك. زين لا تستعجلون، مو هسه انتم تفكرون تقولون استاذ كمل يا معود، يابا شوية صبركم علينا يا معودين، ها موجودين احنا، احنا وياكم وياكم الى الابد. بس هذا طيب، هذا عجيب، هذا حقيقة، هذا الجبن مدهش. فهو سيكولوجية الذنب صنعوها للدراكونيين، سيكولوجية الذنب والأخطاء، فوضعوا الماتريكس حتى الإنسان يخطئ، ووضعوا شبكة
هاي الاخطاء، هاي شبكه تجمع الاخطاء. فشوفون المراهق، انا اذكر هذا باستمرار بس اسمحوا لي اريد اذكره مره اخرى. فالمراهق، المراهق يعني بعمر ممكن 15 16 20 30 40، يغلط يغلط يغلط، يسجل الشبكه الاخطاء، وبعدين يوصل لل 40 لل 50 يهيجون الاخطاء. زين هذا شو يسوي؟ يقول له روح للمسيح، او روح لعلي بن ابي طالب، او روح للحسين. هو ذول هم اللي يشفون. هاي الصيدة، سيكولوجية الذنب أكبر سيكولوجية. يعني شلون خططوا له؟ مو هذا يفكر بالذنوب، يفكر بالأغلاط بالأخطاء. زي هذا ما يقدر يسامح نفسه، فشي يسوي؟ يروح للمسيح، أو يروح لعلي بن أبي طالب، أو يروح لعمر بن الخطاب، أو يروح لمحمد، أو يروح للقرآن. وحوله منو الناس اللي يتبعون مثلا؟ ها، يقنعوه يهدئوه يقولوا له ايه انت جيت للطريق الصحيح، انت جيت لعلي بن ابي طالب، هذا علي بن ابي طالب كذا كذا كذا، يسامح حتى يصير وياهم. هذا يهدأ المسكين، انصاد. من يموت الموت فبركة كبرى 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 كبرى. شيعي متطرف يؤمن بعلي بن ابي طالب ما يعرف، مسكين وصعد راح هاي المدن ما بعد الموت، يشوف الشيوخ. نعم، شيوخ شيوخ شيوخ، على أساس ذول علماء، علماء الشيعة. وإذا هو سني راح يلتقي بشيوخ علماء السنة، وإذا مسيحي راح يشوف القديسين ومريم جدامه. وشوية شوية بالملاطفات، كلها ملاطفات. الكون شوفوا يعني الكون نقدر نعرف حياتنا، حياتنا تريليونات من الكائنات، وإحنا عبارة عن حوارات سيكولوجية وإقناعات. فهذا الشيعي ياخذ ها الوعي الشيعي، تمام؟ من يترك الارض بهاي المدينه ينصاد، وامامه منو؟ علي بن ابي طالب قاعد بقصر. نعم، علي بن ابي طالب فايت مزور بقصر وما حد يقترب منه، هذا علي بن ابي طالب امير المؤمنين. وذا السني منو جالس؟ ابو بكر، عمر، ها، يجيبوهم ذولا كلها فيك. عمر بن الخطاب جالس بقصر وحصانه، وهذا عمر بن الخطاب الناس ما يقتربون، واكو جوامع. ها، فهذا راح يصير يطابق. بس هو شنو، من يرجعوا الى الارض؟ عندهم شبكات مسح الذاكره، يرجع الى الارض. ها، فاذا هو كان بالسعوديه، ها مثلا عايش بالرياض، بالحياة الأخرى ها ممكن يشوف نفسه بالكويت، أو يشوف نفسه بمنطقة أخرى غير الرياض، أو يشوف نفسه بالرياض بس بعيد شوية. ممكن يشوف نفسه بالرياض، مدينة الرياض أقصد، إذا للسعودية نفترض، يشوف نفسه بالرياض بس جيران جيران، يعني طفل جديد جيران جيران للحياتات الماضية. إذا بالعراق، إذا هو بالنجف، يجي ممكن بالحياة الأخرى بكربلاء أو بغداد أو بالبصرة، يوزعون ما يتذكر. هاي الصيدة. فهو المنطق المهم، لا تتبع واحد، لا تتبعني ولا تتبع ديفيد آيك، لا، ماكو اتباع، ماكو واحد أحسن من واحد، لا تتبع، ماكو اتباع. انتبه انتبه، اكو احترام، اكو مناقشة،
اكو حوارات، بس هو هذا نظام العبادة. العبادة نظام مصنوع من الدراكونية، تعبد كائن خطأ، تعبد ما يسموها الله خطأ. ماكو عبادة بالكون، الكون مش مؤسس على العبادة. العبادة فكر سيكولوجي من أجل السيطرة على الكواكب وعلى الكائنات. You see؟ هناك كلام آخر لديفيد آيك أريد أن أشير إليه لأن وجدته مهم. هو يتحدث حول الأبعاد العليا والمصيدات هناك. بس يعني ما راح أقول كلمة كلمة، بس أوضح يعني بتعابيري. فهو كأنه يقول الانتقال من حكم لحكم، من خضوعية لخضوعية. شلون؟ هسه راح أوضح تعبيري. يعني أنت مثلا بالعراق بطفولتك أنت خاضع لنظام العائلة، صرت بالمدرسة أنت خاضع لنظام المدرسة، صرت بالجامعة أنت خاضع لنظام الجامعة، صرت بالدين أنت خاضع لعلي بن أبي طالب، الخضوعية. ف بالحياة ما بعد الموت الخضوعية نفس الشيء، راح يجيبوا لك المسيح فأنت يجب أن تخضع للمسيح. شوف الخضوعية، فهي انتقالات. أنت تنتقل ها من يعني مرحلة خضوعية إلى مرحلة خضوعية، مرحلة خضوعية تستمر. يعني حتى حياة ما بعد الموت هي خضوعية. إذا يجيبوا لك المسيح وأنت لازم تتبع، لازم يقول لك سوي شيء سوي شيء سوي شيء. زين اذا انت متبع المسيح نفترض، وفتح لك عندهم تكنولوجيا سجلات موجوده، خلال ثانيه تظهر كل معلوماتك كلها تظهر عندهم هاي التكنولوجيا، واللي هي غير قانونيه، مو مسموح اي كائن كوني يعرض، انتبه، مو مسموح اي كائن كوني يعرض اخطائك. واذا عرضوا اخطائك تقول مش مسموح، أنتم المزورون، مو؟ نعم، أنتم المزيفون، وتنطلق إلى أعماق الأكوان. على العموم، بس هذا احنا نقول اللي تعبر عليه. فهذا انتقل من الأرض، هو خاضع للمسيح أو علي بن أبي طالب، زين راح بالحياة ما بعد الأرض صار خاضع لمسيح مزور أو علي بن أبي طالب مزور. فهذا ايش راح يقولوا له؟ راح يكشفوا له الأخطاء مالته، حتى لو ما عنده أخطاء يطلعوا له خطأ، ما صليت هواية، ما صمت هواية، يطلعوا له فت عذر. وهذا مقتنع، تمام؟ وهذا تابع للمسيح. مع الشيوخ ها ومع الأقارب يقنعوه، يشوف نفسه يرجع، يمسحون من عند الذاكرة يرجعوه. وهكذا يتم السيطرة على الكواكب، وسحبوا بلايين من الناس بالكواكب، يعني 3 بليون من الأرض، 3 بليون من كواكب أخرى، يرجعوهم شبابنا. أنتم لو تشاهدون هاي الشبكات، يعني لو تصعد لأعماق الأكوان وتشاهد هاي الشبكات، أصلاً تنصدم 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 من الفبركات اللي عامليها علينا. أرواح صاعدة نازلة، كلها فيك، وشخصيات كلها فيك، كلها تزوير. أريد أقول لكم مسألة مهمة، أكو باليوتيوب هاي انتشرت واشتهرت، أنا قبل انصاديت بيها وصدقت بيها، بس هي مصيدة. شنية؟ شوفوا باليوتيوب أكو قديسين محفوظة أجسامهم، يعني هو مات ها، بس موضوع بزجاجة موجودة بمتاحف أعتقد إيطاليا وفرنسا للقديسين المسيحيين، وهذا جسمه موجود 300 سنة 400 سنة 500 سنة أعتقد، ها، قديسين وقديسات. فهذه كنت مصيود بيها، ما أعرف على أساس يعني هذا القديس عبقري وفاهم وهذا مقدس عند ها رب العالمين، بس لا،
هاي التكنولوجيا حفظ الأجسام هاي مصنوعة من الكائنات، فهم شو يسوون؟ شو تسوي هاي الكائنات؟ تروح تدور وين مثلا هذا قديس، ها خير طيب، فشبكات يحفظون الجسم حتى الناس تصدق، وهم ذولا يريدوا يقسمونه. فهذا يشوف هاي القديسة جسمها باقت لك 100 سنة بزجاجة بمتحف موجودة باليوتيوب، فرنسا اعتقد بايطاليا، وزوار يروحون وينظرون ويصدقون، وشوف شوف 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 العظمة، شوف هاي القديسة. بينما هي هاي شبكات موضوعة نعم حول الأرض تحفظ هذا الجسم حتى الناس تقتنع. أليكس كولير، هذا في موقع أليكس كولير أنا ذكرته سابقا وأذكره الآن لأن الأمر مهم جدا مهم. في موقع أليكس كولير يذكر حادثة مهمة، الرماديين ساهموا أيضا ها بهاي السيكولوجية الدين والفبركات. ف أعتقد 1917، بس هي الحادثة قديمة قبل أكثر من ممكن 100 سنة في البرتغال، حادثة فاطمة، ظهورات مريم العذراء انتشرت هاي، وأغلب ظهورات مريم العذراء مو حقيقية، أغلبها وجوز كلها حقيقة. بس خلينا نرجع إلى حادثة البرتغال، بس حادثة مشهورة جدا، ومريم ظهرت بالسماء، وقامت مريم بتحريك الشمس، والشمس قامت بالدوران وتقترب إلى الأرض، وحتى موجودة صور بالجرائد، الناس هيك خايفين وراكعين، حادثة كبيرة كانت بوقتها وإلى الآن يتحدثون فيها. فلاحين مزارعين يشوفون هاي الشمس جاي تدور، تدور وتقترب. شوفوا شوفوا الصيدة، وذولا خافوا وقال لك هاي الشمس ممكن راح تضرب الأرض، تدور تدور الشمس تدور، اللي هي تكنولوجيا فيك. فأليكس كولير هذا من موقعه، موقع أليكس كولير يقول هذا عملوه الرماديين، يعني صناعة مريم اللي تظهر بالسماء فيك، ودوران الشمس فيك، حتى الناس تقتنع، والناس صاروا مسيحيين وراحوا للكنائس ويطلبون السماح، الفورجيفنس، المسامحة. زين هاي خلال مر التاريخ ايش قد عاملينها الرماديين والدراكونين والزواحفين، هيك سوالف هكذا عمايل، والناس تؤمن 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 حتى تصغر 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 تصغر، ووضعهم بسجن. هاي العمايل شوفوا. فالمعرفة مهمة جدا، انه احنا امام كائنات كونية عندها ملايين من السنوات من الخبرات، بس من الطرفين الايجابيين والسلبيين. الان ممكن شخص يسألنا يقول زين، يقول طيب الايجابيين وين راحوا؟ الايجابيين شغالين ثانية ثانية في صد ومنع الفبركات، لو مو الايجابيين كان هسه مسحونا مسح ذول الدراكونيين. نعم الايجابيين، وهي شنو الفكره؟ الطالب ما جاي يشوف اللي اني احاول، ممكن ما جاي يشوف اللي اني احاول ان اوضحه، انه في اعماق الاكوان هناك صد قوي جدا من الإيجابيين، بحيث السلبيين ما يقدرون، لأنه الإيجابيين يجب أن يعملوا هذا. يعني مثلا السلبيين يسيطرون على ستار جيتس، الإيجابيين يحررون هذه الستار جيتس، السلبيين يضعون شبكة باستمرار، شبكة سرية ها بالسيطرة، الإيجابيين يزيلون هاي الشبكة وشغالة ممكن نقول الصراعات. ولو مو الايجابيين شاسة احنا جزء اصلا حتى ما عايشين. حقيقة زين،
أريد أشارككم شيء مهم بمسألة الإيجابيين حتى تشوفون شلون جاي يشتغلون الإيجابيين. هناك طالبة أني درستها جلسات السفر الكوني، وهي درست ويانا، وطالبة رائعة جدا 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 وفاهمة جدا ومحترفة بجلسات السفر الكوني. وإذا هي تسمعنا الكون العظيم يباركها ويملأها بالسلام والخير والمحبة الأبدية. وهي الآن متمرسة جدا جدا بالسفر الكوني وعندها جلسات عظيمة، والجلسات القديمة موجودة مسجلة بقناتنا. هي طالبة تنتمي للعائلات الكونية التنينية. فوجدت هذا الأمر مهم، حتشوفون شلون الإيجابيين يشتغلون وتشوفون شنو الأحداث اللي جاي يصير حتى تعرف مدى يعني الأعمال الإيجابية من الإيجابيين. لازم لازم هكذا يعني تحالفات إيجابية مستمرة، مراقبات من الإيجابيين باتجاه السلبيين هاي باستمرار موجودة. فهذه الطالبة هنا أنا كاتب، يشاهدون شبابنا رسالة طالبة كونية كانت قد درست معانا العلوم الكونية وطبقت جلسات سفر كوني عظيمة. هاي طالبة تنتمي للعائلات الكونية التنينية. هذه الرسالة اللي راح تقرؤوها هي أرسلتها لطالبة أخرى، الطالبة الأخرى تدرس العلوم الكونية معنا بالمجاميع الضوئية، وهذه الطالبة الأخرى التي تدرس العلوم الكونية ويانا هي أرسلت لي هذه الكلمات. شنو هاي الكلمات؟ هاي الكلمات هي عبارة عن جلسات سفر كوني للطالبة التي تنتمي للعائلات الكونية التنينية. تخبر الطالبة الأخرى، الطالبة الأخرى أرسلت لي هذه الكلمات نقرأها. فهنا تقول: تتذكرين في العام الماضي، ترسلها للطالبة اللي أرسلت لي هذه الكلمات، فتقول لها: تتذكرين في العام الماضي لما حصل الزلزال بالمغرب اللي هو زلزال فيك هذا، تم وضع أهرامات كريستالية على الأرض. بعدها تقريبا 10 أشهر جاءتني رسالة، بس هاي رسالة ترى مهمة، أقصد هاي الكلمات شبابنا، جاءتني رسالة وقمت بجلسة أنا وابنها. تمام، هي الطالبة التي تنتمي للعائلات الكونية التنينية بعد 10 أشهر من حصل هذا الزلزال بالمغرب المفبرك، أعتقد هكذا تقصد. فبعد 10 أشهر عملت جلسة سفر كوني، وقمت بجلسة تقول أنا وابنها للأرض، وأرسلنا طاقة تنظيف وتفعيل، ما أعرف ماذا تقصد، لشركة الأهرامات. ثم سافرت ووجدت نفسي في مكان فيه كثير من الأهرامات، وكان المكان كله جليد، لم أكن وحدي، معها والدها الكوني ومجموعة من كائنات الاندروميدا وغيرهم. راح تشوفون ايش قد الايجابيين في عمل مستمر لتحرر الارض. تقول: وتم تفعيل وتنشيط هذه الاهرامات. بعد مده قصيره تم الكلام والافصاح عن تسجيلات روتشيلد الذي سافر الى الانتركتيكا. انا هنا. بعد مدة قصيرة تم الكلام والإفصاح عن تسجيلات روتشيلد الذي سافر إلى أنتاركتيكا وصور الأهرامات ومنع ممكن من نشر الصور. تقول: هنا صليت شهور وأنا أعاني من برودة في جسدي، لأن عند الجلسة كأنه صخرة ثلج وضعت في باطني. بعد مدة وليس بالكثير جاءتني رسالة من أمي وأبي الكونيون وسافرت إليهم. هي تعمل جلسات سفر عظيمة هذه الطالبة حقيقة. ها هنا مجال شبابنا، من فضلكم لو تسمحوا لي. شوية صبركم ويانا. اليوم لدينا لقاء مهم، عندنا جلسة سفر كوني، وهي جلسات السفر الكوني عظيمة جدا، نصعد إلى أعماق الأكوان لأن فيها تفعيلات لدي أنا الأكوان. نذهب إلى
كواكب الاندروميدا، التحقوا ويا هذا، والطالب لازم يكون دارس على الأقل رجاء 6 أشهر هاي العلوم الكونية. نذهب إلى أعماق الأكوان، إلى كواكب الاندروميدا، حيث يتم زراعة الروح الضوئية. يستقبلوكم هناك كائنات الاندروميدا. استلمت إشارات من هذه الكائنات أن نعمل جلسة سفر كوني. التحقوا ويانا، نلتقي من منصة الزوم، اكتبوا لي بالإيميل، قول أريد ألتحق بهذه الجلسات وأنا دارس 6 أشهر. الدراسة مهمة شباب رجاء. وحتى في هاي الجلسات طبعا احنا راح نغني الغناء الضوئي ونصلي، ها تجيبون البخور الشموع، و بهاي الجلسات تعيش استرخاء وتترك الزمن، تترك الماضي، تترك المستقبل، وتركز على الكلمة، وبكل ما عندك من قوة بهاي الجلسات تعيش، وأنت ضوء أبدي، أنت قوة أبدية. فنلتقيكم اليوم شبابنا، تعالوا ويانا بعد مدة وليس بالكثير. أكمل قراءة الرسالة، الرسالة مهمة جدا. جاءتني رسالة من أمي وأبي الكونيين، وسافرت إليهم، وضعوني في غرفة ضوئية، ثم وضعوا بعض الأحجار الكريستالية بمختلف ألوانها علي، وتم تفعيلها، ووضعوا رداء على هذا الرداء يجعلني غير مرئية. شوفوا شوفوا، أنا من قراءة هذا السطر انصدمت. شوفوا هاي التكنولوجيا الإيجابيين، يعني عندهم رداء يضعوه عليك بحيث تكون غير مرئي. انتبه انتبه، أقرأه مرة أخرى. وضعوني في غرفة ضوئية، ثم وضعوا بعض الأحجار الكريستالية بمختلف ألوانها علي، وتم تفعيلها، ووضعوا رداء على هذا الرداء يجعلني غير مرئية. فإذا كم مرة إنه الإيجابيين ذاهبين على الشبكات بتاع السلبيين وقاموا بإزالتها؟ كثير. ولهذا ليش احنا نقول احنا دائما بالتحرر حقيقة، ونشكر هاي العوائل الكونية العظيمة المباركة المقدسة انه هي دائما ها تحمينا. ايه دائما. بعدها تقول انتقلت عبر الأهرامات، وكنت أضع فوق كل هرم حجر كريستالي وأفعله. ما أعرف أي أهرامات هي تقصد، هل تقصدين أهرامات مصر؟ ما أعرف. نزلت إلى أراضي جوفية فيها أهرامات، ووضعت أحجار، وتم تفعيلها كي تستقبل الطاقات الكونية. أنا هنا أكرر، ووضعت أحجار وتم تفعيلها كي تستقبل الطاقات الكونية المنبعثة من الشمس المركزية. هذا مهم، هناك شمس أخرى غير هاي الشمس، صح؟ أي بعد الشمس الذي تبعث منه كل التفعيلات والتنظيفات. وكانت جلسة قوية وخطيرة لدرجة صوت صراخ الكائنات السلبية الغير قابلة للتغيير والرجوع إلى الضوء. هنا تقول بعدها بشهر أيام، لما كانت الضجة على الكسوف أو الخسوف، ما أعرف ماذا تقصد هنا حول الكسوف والخسوف. انا اصلا ما لا اشوف ذني الكسوف والخسوف، هاي كل الاعلاميات بعيد عنها، كلها فيك كلها فيك. تقول كانت تلك الايام سوف تفتح بوابه سلبيه، شوفوا هنا، وتدفق الطاقات السلبيه على الارض. لكن تم، هذا مهم، هذا جدا مهم، انتبه انتبه، شوف شوف عمل الايجابيين. لكن تم تحويل تلك هذا المساء وإعادته، وغلق تلك البوابة، وتم السيطرة على بوابات، وتم حراستها من طرف النورانيين، الكائنات الإيجابية. لوسي تقول هنا، أما الاتفاقية التي كانت قد حصلت ما بين الزعماء، نزلوا في مصر ولكن ليس في الأهرامات، في مكان مثل معبد، ما أعرف ماذا تقصد، يمن، معبد يمن، ما أعرف، وراء الأهرامات. وبداية فتحت بوابة، وتم إرسال كرة كريستالية ضوئية قوية نظفت المكان وتجهيزه لاستقبال تردداتهم العالية. وكان المكان فيه عمودين. خلينا نقرأها مرة أخرى، ما أعرف هي شوية الكلمات ما مرتبتها. أما الاتفاقية التي كانت
أنا أضفت قد حصلت، هي المفروض تكتب قد حصلت ما بين الزعماء نزلوا في مصر. طيب مش بالأهرامات، في مكان مثل معبد وراء الأهرامات. وفي البداية هناك بوابة فتحت وتم إرسال كرة كريستالية ضوئية قوية نظفت المكان، نظفت هذا المعبد لقاء الزعماء وتجهيزه لاستقبال تردداتهم العالية. وكان المكان فيه عمودين. شوفوا، إذا تنظف المكان تمام عن طريق هذه الكرة الكريستالية الضوئية. شوفوا التكنولوجيا عجيبة. وكان المكان فيه عمودين ثم نزلوا، وكانوا 3 زعماء من السلبيين أو المتمردين، واثنين من أكوان عليا. ثلاث لا كانوا 3 زعماء من السلبيين أو المتمردين، اثنين من أكوان عليا وواحد ممثلهم في الأرض. والباقي كلهم ضوئيين اتحاديين. ما أعرف ماذا تقصد، حصروهم، ولكن السلبية المتبقية هي وضعت منذ وقت ولا بد من مرورها. لم أعرف كيف وصل الفكرة هنا. تقول لم أعرف كيف وصل الفكرة، خرجت وسجلت ولا بد من مرورها لموازنة وتوازن الكائنات كي يستفيقوا. وكأنهم رفعوا أيديهم من الأرض وما تبقى لا بد منه. ثم بعدها بعثت طاقة قوية للأرض وتفعيل شبكة ضوئية من باطن الأرض التي تستقبل الطاقات الكونية واستقبال الطاقات الكونية من الفوق. أي أصبحت الطاقة من الفوق ومن التحت، لكن التدخل السلبي الذي بقى، وكانوا أذكياء في هذا التدخل، هو تدخل في الأثير وإرسال شفرات مشفرة وملغمة ومغلفة بالضوء، أي حرب الواعين مع بعضهم. لكن طاقة البارحة وهذه الأيام قلبت الموازين، وهي طاقة جدا جدا قوية. فقط أنا يعني أعطيتكم فكرة على الذي يجري. شوفوا شلون، لأنه أحداث كبيرة جاي تحدث حقيقة. إحنا ماذا علينا أن نفعل؟ أن نرى السلام. شوفوا، نرسل الحب إلى الأكوان. دائما نقول نرسل الحب وضوء إلى العوالم المنظورة والعوالم الغير المنظورة، نرسل الحب إلى أعماق الأرض، ونرسل الحب وسلام وضوء إلى ما حول غلاف الأرض، ونرسل الحب وضوء وسلام ومحبة إلى أعماق الأكوان. أوكي شبابنا، الكون العظيم يبارككم أينما أنتم تكونون. إخواني وأخواتي الأعزاء، استلموا ضوء الأكوان وتعيشون محبة أبدية وخير أبدي وسلام الأكوان يملأ حياتكم. تقبلوا تحياتنا.